طب بما ان احنا بتفصلنا ساعات عن الشهر الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين، كلمينا بقى عن دور الوعظات في الشهر الكريم. يعني بتشتغلوا كم ساعة؟ بيتهيألي ان رمضان يعني عدد ساعات العمل بيتهيألي تبقى اكتر كمان من الايام العادية. الاسئلة كتير، الستات دايما متوترات، عايزين يعملوا كل حاجة على اكمل وجه. كلمينا اكتر بقى عن دور حضراتكم في الشهر الكريم. طبعا هما الوعظات في ليهم مساجد بيروحوا فيها على طول في شهر رمضان، منهم مسجد الازهر، الجامع الازهر، منهم مسجد السيده نفيسه، منهم المساجد الكبرى في المحافظات اللي هما موجودين فيها، دي فيها درس ثابت على طول. بتبقوا موجودين قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ لا، بعد صلاه الظهر، بعد صلاة علشان الظهر احنا بنراعي ظروف النساء. طبعا. اي امرأة هتسمع درس مش هيكون عندها قبل الفطار، دي مش هتبقى متاحة. هي قبل الفطار في المطبخ بتعمل الاكل، بتجهز في بيتها، فلازم تبقى اذا هتحضر المسجد يبقى في قدامها فرصة انها تحضر، وبعد كده تروح بيتها تجيب فبعد حاجة. صلاة بعد الظهر صلاة الظهر حضراتكم بتبتدوا يعني بيبدأ الدرس بتاعهم. طبعا لو هما هنا موجودين عندنا في الجامع الازهر ممكن بيتاخروا شويه، ممكن بيبقى في حاجات بعد العصر، بيبقى في دروس بعد الظهر، في دروس بعد العصر، على حسب يعني المساجد الكبرى اللي هي موجوده فيها. في عندنا بقى تاني بالليل بيبقى في دروس اونلاين للسيدات، بقى بيبقى عندنا مقرأة، عاملين مقرأة للسيدات بتقرأوا اونلاين، القرآن مع بعض اونلاين؟ هاي. نقرأ، عاملين مقرأة للسيدات، عاملين دروس طب انا ازاي دعوية. اقدر اخش اتواصل مع حضراتكم واخش المقرأة؟ انت عندك في صفحة على الفيسبوك اسمها واعظات الازهر، هاي، خش على الصفحة دي، اكتب بالعربي واعظات الازهر واعظات الازهر، يطلع لك على الصفحة الفيسبوك. على الفيسبوك، يطلع لك الصفحة بتاعتهم، هتدخلي لايك للصفحة وتدخلي هتلاقي بقى يظهر لك الدروس اللي هتنزل في شهر رمضان، المقرأة هتبقى امتى في شهر رمضان، في مقرأة بعد الفجر وفي مقرأة بعد المغرب بالليل، يعني واللينك عاملين اللي كذا اقدر اخش مقرأة. عليه اتواصل واللينك بقى. بتبقى على جروب واتساب، وبعد كده بيبقى في بقى غرفة مثلا جوجل ميت او تيمز او زوم على حسب الواعظة اللي بتستخدم الغرفة، وممكن الجمهور يقول لها لا احنا عايزين كذا، على حسب نوعية الجمهور على حسب بتاعها رغبتهم. متاح. يعني هو الجمهور لا انا ما بنعرفش نستخدم الا زوم، فخلاص تعمل لهم غرفة زوم يعني وتستقبلهم. رمضان موسم شغل جدا بتعملوا جدا ايه في ما الطبيخ شاء الله. تطبخي امتى يا استاذه حنان؟ وتليكيش كده حلقه ولا اتنين في اي مسلسل؟ يعني يومكم بيبقى عامل ازاي في رمضان؟ هي البركة في الوقت، البركة، تنظيم الوقت والبركة، ودي رسالة للناس كلها في رمضان. رمضان شهر العمل، شهر الانتصارات، غزوة بدر، انتصارات أكتوبر، مش شهر ان احنا نضيعه كده صحيح، في النوم والكسل والكلام ده. مش شهر الانتخاء خالص. احنا عندنا من قبل رمضان في المجمع وفي المناطق بتاعتنا بنستعد اسمها الخطة الرمضانية، بتبقى زي ما قالت معالي الدكتوره كده، الظهر الدروس الميدانيه، بالليل دروس الكترونيه، لو في ناس مش هتشتغل دروس الكترونيه بتروح تصلي التراويح والعشاء مع الناس في المسجد، وبعد كده خاطره التراويح وبنفتح فيها مجال الاسئله والكلام ده، وبنلحق يعني بنخلص طب الدرس قولي لي معاهم خطة، وبنلحق نعمل قولي الغدا لي خطة زيهم كده والفطار وفاء، قولي زيهم لي خطة. يعني لمرأة عاملة عايزة تصوم وبتنزل تشتغل وعندها مهام في البيت وعندها وعايزة تتعبد، عايزة تقرأ قرآن، عايزة تروح تراويح، عايزة تبص على التلفزيون وتبقى متابعة، عايزة تقعد مع عيلتها، يعني برضو بتبقى زحمة. قولي لي خطة كده. هو انا يعني على نفسي قبل ما يدخل اصلا رمضان بنعمل تاهيل للسيدات ازاي استثمر يومي في رمضان، سواء كانت عامله او ست بيت او مثلا ست كبيره في السن. بقول لها اول حاجه لازم يبقى عندك نيه صالحه، اي حاجه تعمليها تسبقيها بنيه، حتى وانت بتشتغلي يبقى في نيه ان انا بشتغل عشان افيد غيري، عشان اقضي مصالح الناس، فانت صحيح. بتاخدي ثواب وانت بتشتغلي. لما تيجي مثلا تطبخي او تعملي اي حاجه يبقى نيه ان انا بعمل اكل عشان افطر صايمين، فانا هاخد برضو ثواب. عايزه اقول لك انها الست العامله ما تاخد اكتر حسنات في اليوم، هي مش بس الست اللي هي ربة المنزل، لا، لانها شوفي بتخدم كدي، صحيح، بتخدم بره المجتمع، بتخدم جوه اولادها وزوجها، وبتخدم نفسها، لانه قلت لها دايما ما تقصريش في حق نفسك، اذكري الله سبحانه وتعالى دايما وانت في الطريق، ممكن تقراي قران وانت في المواصلات، ممكن مثلا تخلي جزء من الليل كده مقتصر بيه، لا ده دليل الله سبحانه وتعالى، خلاص انا عملت كل اللي ورايا، سيبولي الوقت ده لله سبحانه وتعالى. بقول لها
دايما خلي الأوقات حاضرة، صلي الأوقات حاضرة على طول. دايما طبعا الإعانة على الخير، عيني زوجك، عيني أولادك، يعني فكريهم يلا عشان هو يعني أنا دايما ما أقول المرأة هي الأساس في الأسرة، وهي اللي بتعين كل اللي حواليها. أنا بحس المرأة زي قطرة المطر كده، لما تنزل على الأرض ما تخليها إيه تنبت. الرجل ليه دور طبعا، ولكن دايما الرجل يعني هو رمضان شهر الرحمة واللمة بس الحقيقة أنه يعني صراحة رمضان سبحانك يا رب إن يعني لا إن بتكتر، يعني تلاقينا خابطين في بعض جامد، هي متعصبة هو متعصب، هو في حاجة أقول لك إيه عصبية الصيام، أصل أنا صايم، أصل أنا موقف سجاير، أصل أنا ما بشربش قهوة، أصل أنا مش عارفة، ما أنا مضغوطة، ما أنا سبحان الله. تلاقي في شوية في شحنة كده، نفرغ الشحنة دي إزاي دكتور؟ هو لازم الأول أأهل نفسي قبل رمضان. يعني أنا مثلا ليلة رمضان أبدأ كده أنظف قلبي، أنظف قلبي. يعني إيه؟ أنا عايزة الشهر ده أكسبه كله، مش عايزاه يروح من إيدي، عايزة أنوار الشهر تتجلى على قلبي، عايزة أحس بالقرآن وأنا بقرأه، عايزة أحس بالدعاء وأنا بدعيه. ما هو أحس، أحس مش بس أحس. أنا لا يا جماعة، أهم حاجة راس، لكن الإحساس هو الفكرة. بس في عندنا حديث كده بيقول إيه، حظ المرء من صلاته ما عقل منها. صلاته تطلق على الصلاة، تطلق على الدعاء. انت حظك ايه؟ انت هتكسب ايه من دعائك؟ انت هتكسب ايه من صلاتك؟ انت هتكسب ايه من قرانك؟ اللي انت عقلته، اللي انت عقلته ده يعني قلبك، اللي يعني دخل قلبك، اللي انت حسيته. طيب انا احسه ازاي؟ لازم الاول علشان احسه، القلب ده عامل زي المرايه بالظبط. فالمرايه دي، وده اللي بيقوله الامام الغزالي في احياء علوم الدين، المرايه دي لازم انا امسكها اجليها وانضفها. ليه؟ لأنه الذنوب بتاعتنا والعادات السيئة بتاعتنا طول الشهر بتبقى عاملة عبارة عن نكت سوداء كده، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، المراية بايظة خالص. فأنا علشان تتجلى الأنوار دي على هذا القلب لازم انضفها بقى. ده احنا بنمسك البيت بننكته على رأيك قبل شهر، صح؟ وقبل العيد، صحيح. وقبل شهر، يا جماعه انكتوا قلوبكم شويه، امسكوها نضفوها، صحيح. فنيجي قبل شهر رمضان كده، ليله شهر رمضان حتى، يعني ويمكن عندنا حتى ليله النصف من شعبان بنقعد نعمل فيها وندعي يعني ربنا في ليالي بتؤهلنا، يعني بتأهلنا من رجب وشعبان وصولا لرمضان، صحيح. فانا اجي بقى قبل رمضان كده وانضف قلبي وانضف نفسي، ولازم ارجع الحقوق لاصحابها، علشان هي دي اللي ربنا بيقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فكلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا يا جماعه، مش عايزين نبقى محجوبين عن ربنا، عايزين كده الملائكه تستقبلنا ويدلنا اجرنا عند الله. فننظف قلوبنا ونرجع الحقوق لاصحابها، ونتوب الى الله توبه نصوحه، ونستعد ان احنا في الشهر ده هنغير كل عاداتنا، كل عاداتنا. زي ما انا بمسك كده كوبايه الميه وبشرب، واول ما بيقول الله اكبر برجعها تاني، ها، ما اقدرش اكمل. لازم ارجع اي ذنب انا بعمله. صحيح صحيح، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا، وفرحانين بوجودكم الحقيقه، يعني بجد حاجه مشرفه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتوره ايهاب، نورتينا للساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه يا حبيبتي. بشكرك استاذه حنان، شكرا لحضرتك جزيلا. بشكرك استاذه وفاء، نورتونا وشرفتونا. تحياتنا لاهل بني سويف والستات انا، بشكركم الحقيقه، يعني متشرفين بوجودكم. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعينكم يا رب على هذا الشهر الجميل العظيم، ويعيننا احنا كمان ويقدرنا. وزي ما حضرتك قلتي يعني تبقى بدايه جديده. الحقيقة إنه واحدة من الحاجات برضو اللي بترهقنا في الشهر الكريم هو إن إحنا يعني ما بنروحش للهدف من هذا الشهر العظيم. فكرة إن أنت تقول لأ وترفض وتنظم حياتك وتبعد عن الحاجات اللي أنت بتشتريها طول الوقت ومغريات الحياة الكتيرة، لكن الحقيقة في رمضان وبعد الفطار بنبتدي نروح لكل المغريات والأكل الكتير ومشاكل الهضم وزيادة الوزن. الحقيقة إن ضيفتنا اللي هتنورنا بعد هذا الفاصل وقفت في رمضان وقالت لأ أنا هغير حياتي، حياتي هتتغير تماما، وكان انطلاقة جديدة لكل حياتها في رمضان. فقرة مهمة جدا بعد هذا الفاصل، إزاي نخرج من رمضان مش زايدين، إزاي نخرج من رمضان وإحنا منظفين روحنا وقلبنا وعقلنا ومنظمين أمورنا فيما يتعلق بملف الأكل والشرب اللي بقى هدك كبير في حياتنا طول العام، بعد هذا الفاصل.
تشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.